السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. سيادة المحافظ محمد بدر محافظ الأقصر، سعادة المهندس السفير جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، سعادة الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري، السيد حسين شكري رئيس مجلس إدارة شفاء الأرمان، الأستاذ محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن، اللواء إسماعيل الفار نائب عن وزير الشباب والرياضة، الحضور الكريم زملائي الإعلاميين، سيدات والسادة، انظروا حولكم ما استطعتم، دققوا، تنشقوا هذا الهواء القادم من الماضي، افسحوا الطريق فمواكب الملوك تمضي، هنا في مدينة الشمس طيبة هنا حيث سار رمسيس الثاني وتوت عنخ أمون وستي الأول وتحتمس ونشرت حتشبوست جدائلها فغطت أبواب المدينة المئة. سيدات والسادة، هنا الماضي يتجسد أكثر من الحاضر، هنا التاريخ والحضارة وإرث الأولين، هنا من شيدوا عالما لا زال يبهر العالم، هنا من الأقصر من وادي الملوك وكل الشواهد التي تتحدى الزمن ينطلق ماراثون زايد الخيري في دورته الرابعة على أرض مصر. هي نسخة مختلفة لا شك، الخير في أحضان التاريخ، إرث بقى وإرث يصر أن يبقى، هنا أيضا يطل علينا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي تحتفل الإمارات بمرور 100 عام على ميلاده. كان رحمه الله من أولئك الماضين الذين يتركون خلفهم أثرا يبقى،
الأثر وطنا كان هو من بنى وحدته ونهضته، والأثر نهرا للخير يجري دون ما توقف. السيدات والسادة، أطلقت الإمارات منذ أيام عام زايد الحاضر في كل الأيام وفي اللحظات وفي الخلجات والسكنات، عام الامتنان لحكيم العرب الذي شيد دولة يحاكي بها القاصي والداني، عام زايد من قهر المستحيل وعلم الدنيا كيف يكون العيش بعد الرحيل. هو عام للاحتفال بالقائد وإبراز دوره في تأسيس وبناء الدولة ووضع أركان نهضتها الحديثة واستدعاء مبادئه وقيمه التي لا تغيب، كأحد أعظم الشخصيات القيادية في العالم وأكثرها إلهاما، لتتحول تلك الرؤى إلى مشروعات ومبادرات مستقبلية تتوافق مع رؤاه وقيمه ولتكون ملهمة للأجيال. ماراثون زايد هو واحد من تلك الرؤى، حيث الجميع يسابقون خطاهم إلى الخير، حيث نعدو صوب القيم والمبادئ والمثل، حيث كان زايد الخير يؤكد أن القيمة الحقيقية هي أن تبني، والبناء ليس شرطاً البنيان، أعظم البناء ما كان من أجل الإنسان. عاش رحمه الله من أجل قضايا الإنسانية ورحل ووصيته الإنسانية والخير. نبدأ هذا المؤتمر بكلمة ترحيبية من سيادة المحافظ محمد بدر محافظ الأقصر. شكرا. اسمحوا لي الأول أرحب بالمنصة الكريمة، سيادة السفير وسيادة الفريق وكل الزملاء والإخوة من الإمارات، اللي احنا فعلا شرف لينا ان احنا رابع سنة الماراثون يتم اختيار مدينة الأقصر لقيام الماراثون فيه. وطبعا بعد المقدمة والكلام على الشيخ زايد، يعني فعلا هو دايما صاحب رسالة وصاحب خير وصاحب دولة، فاحنا نتمنى ان احنا نكون يعني ضيافتنا ليكو ملائمة ومناسبة، والعلاقات اللي بيننا دايما تستمر، علاقات الأخوة والصداقة اللي بيننا المشتركة دايما، وإن شاء الله هتفسح مجيل مزيد من التعاون في مجال إن كان النهاردة في مجال الماراثون والتعاون في مجالات أخرى، ولكن إن شاء الله دايما مصر ومحافظة الأقصر اللي أنا بمثلها بترحب وتستضيف الإخوة الإماراتيين، وإن شاء الله غدا الماراثون هيبقى على أحسن مستوى، إحنا واثقين في كده، هيبقى على مستوى الماراثون العالمي، ونتمنى إن شاء الله استضافته بعد ذلك. وشاكرين تاني وبأكد على اختيارهم للأقصر، فده شرف لينا وجودهم معنا النهاردة، وإن شاء الله دايما كده في احتفالات وفي ذكرى خالدة لسمو الشيخ زايد، وإن شاء الله المزيد من التعاون. بشكركم جزيلا وشكرا لكم. شكرا. كلمة سعادة المهندس السفير جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة هنا في جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا أخي عقوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي السيد محمد بدر محافظ الأقصر، معالي الفريق محمد بن هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخير، الأخ الأستاذ محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن، الأخ المهندس حسين شكري رئيس مجلس أمناء مستشفى الشفاء الأورمان، سعادة اللواء إسماعيل الفار نيابة عن وزير الشباب، يسرني حقيقة أن ألتقي معكم ومجددا في هذا العام وفي أعرق مدن العالم في مدينة الأقصر، والتي تمتلك ثلث آثار العالم، وذلك للإعلان عن انطلاق ماراثون زايد الخير في نسخته الرابعة، ومن أمام ساحة معبد الكرنك. السيدات والسادة الحضور، إن العلاقات الإماراتية المصرية في روافدها السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية العربية، وذلك بفضل السياسة الحكيمة لقيادتي البلدين الشقيقين. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن إقامة هذا الماراثون في هذا العام يأتي بناء على توجيهات كريمة وسامية
من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. السيدات والسادة، من المؤكد أن ماراثون زايد الخيري وبفكرته الرائدة وأهدافه السامية وريعه الخيري أصبح يشكل أحد أهم الأحداث الرياضية العالمية، والتي يتم من خلالها تسخير الرياضة لأعمال إنسانية وخيرية. يتزامن ماراثون زايد الخيري هذا العام مع مرور 100 عام على مولد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، والذي لم يكن قريبا أن يطلق هذا العام بعام الخير، لأن الخير وزايد وجهان لعملة واحدة. حقيقة أغتنم هذه الفرصة أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكافة الجهات المسؤولة في جمهورية مصر الشقيقة، وعلى رأسها محافظ الأقصر، وأيضا وزارة الشباب والرياضة، واللجنة المنظمة، وأيضا الشركة الراعية لهذه الفعالية، وكذلك الدعم اللامحدود الذي لقيناه من كل القيادات، من ضمنها رئاسة الجمهورية، وأيضا الجهات الأمنية والتي ساهمت وستساهم بإذن الله في إنجاح هذا الحدث. أتمنى أن يكون يوم ممتع للجميع، وأن تكون جزء من توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة سعادة الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري. طبعا مساكم الله بالخير. طبعا ما خلوا لي أنا أقول حاجة، طبعا سعادة السفير والجماعة هنا، طبعا احنا طبعا نعتبر نفسنا في بلدنا الثاني، ويوم نزلنا في القاهرة كأننا نازلين في عاصمة الإمارات، يعني نحن والشعب المصري. إن شاء الله الله يوفقكم ويديم علينا الأمان. طبعا نشتكي كل الشكر للشعب المصري وللشركة والمستشفى ولسعادة السيد الأخ العزيز المحافظ. أحب أضي نقاط لتاريخ ماراثون زايد الخيري. ماراثون زايد الخيري انطلق بناء على توجيهات ورؤيه سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، انطلق في الإمارات، عاصمة الإمارات أبو ظبي الحبيبة، وكل سنة. وطبعا هذا الماراثون مش ماراثون على أساس تحطيم الأرقام قياسية أو عالمية، هذا ماراثون خيري حتى الناس العجزة والأولاد يجون كلهم يسيرون لماراثون، اسمه ماراثون خيري. احنا طبعا الماراثون عادة اللجنة المنظمة هي مستقلة، ما تتدخل في التبرعات أو تأخذ التبرعات، تفتح دائما تبرعات للجهة اللي هي يعنى فيها للتبرع، ويفتح حساب، وفي النهاية يوضع في حساب السفارة، والسفارة هي زي ما يورد يحول على المختصين. سعدت اليوم بزيارتنا للمستشفى ونظامهم ونظام التبرع اللي عندهم، وكان يعني شيء عمل جد جدا عظيم من الإخوان في مصر. هذه الخطوة خطوة عظيمة جدا. احنا انطلقنا في أول ماراثون في أبوظبي، وبعدين في مدينة نيويورك، والحمد لله ناجح جدا. عملنا ماراثون في
رابع ماراثون الآن في مصر الحبيبة، عملنا في المستشفى الأطفال وللكبد الوبائي، واليوم احنا في المدينة التاريخية، وإن شاء الله ينجح الماراثون هذا. احنا طبعا الماراثون عملنا للناس اللي يتبرعون، يعني احنا نتمنى أن نشوف كل أهل مصر بشكل عام، ما بيجيني واحد متسابق، وهذا أنا أكد للشركة، نحن نشوف الإخوان المتسابقين. إحنا رصدنا إحنا رصدنا 1.5 مليون جنيه للمتسابقين من الرجال والسيدات، وحطينا مبالغ للاحتياجات الخاصة اللي جانهم من المؤسسة اللي هي مسؤولة عن الإجمالي. طبعا أول جائزة 55,000، وللسيدات نفس الشيء، والأعداد تتناقص كذا لين آخر شيء. احنا تقريبا اللي بياخذون الجوائز يعني تقريبا 500 واحد. اتمنى اشوف الاخوان المصري، احنا ما جايبين متسابق، نحن السنة هذه حطينا شركة من نفس مصر، هي المسؤولة، وبكلمة وانا اعني ان احنا نبغي نشوف، نحن هذا مش هدفنا ان يجي واحد ويحطم الرقم العالمي، لا، هذا ماراثون خيري. ان شاء الله واحد زينا احنا كبير السن يجي يسبق، خلاص هو ياخذ الجائزة، لكن مش شروط ان يجيني واحد برا، لا. نتمنى من الاخوان والشباب، الاخوان اللي هنا بكرة، هم هذا الماراثون لكم، وهذا الجوائز خارج من التبرعات حق المستشفى، هذه حق الجمهور. الماراثون طبعا بينطلق حسب ما يعطونكم من الاخوان هنا في الشركة الفنية، والجوائز بتكون اندليفري، يعني نقدا في الموقع، ياخذ الواحد فيه تيشيرتات اللي هو قميصات، بتتوزع، ما ادري انا متى تتوزع، المفروض هي تتوزع اليوم المفروض، او صباحا اللي هو بكير، لكن المفروض من اليوم تتوزع، انا ما شفت شيء بعدني لحد الان، ما اعرف الشركة عندهم. هذه الجوائز بال 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 بالمفتوح، اذا الصحافة يبونهم بعطيهم اياهم، اوكي، ما عندي اي مشكلة، ياخذون الصحافة ياخذونهم ينزلونها وتز مفتوحة لهم. طبعا احنا كل الشكر للمدينة الأقصر وعلى رأس سيد المحافظ، وشكر للشعب المصري العظيم، ونتمنى الله يحفظ مصر ويحفظ الإمارات ويديم عليكم الاستغار، وشكرا. شكرا. طبعا سعادة الفريق يبي كل الشعب الأقصر أن يشارك في الماراثون غدا، ويبى تواجد كبير. أذهب إلى السيد حسين شكري، رئيس مجلس إدارة شفاء الأرمان. السيد المحافظ دكتور محمد بدر محافظ الأقصر، سعادة السفير جمعة الجنيبي سفير دولة الإمارات في مصر، السيد اللواء إسماعيل فار ممثل وزارة الشباب، الأستاذ محمد كامل ممثل شركة بريزنتيشن. أبدأ أولا أن أنا أرحب بإخواننا من أبوظبي، أرحب بالفريق محمد هلال الكعبي ولجنته الموقرة اللي هم مشرفينا في أبوظبي،
لدعم مستشفى شفاء الأرمان من خلال إقامة ماراثون زايد الخيري. طبعا اللي بيصادف الذكرى المئوية لطيب الذكر الشيخ زايد طيب الله ثراه، وده شيء مش غريب على دولة الإمارات، دائما كانت داعمة لمصر ولشعب مصر وللقيادة في مصر، فإحنا مقدرين ذلك ومرحبين بهذا الدعم. واليوم بتدعموا مستشفى شفاء الأرمان من خلال الماراثون. أنتهز هذه الفرصة أيضا عشان أشكر السيد المحافظ اللي كان دائما مدد لنا يد العون في جميع مراحل البناء المستشفى، وإحنا بنعتبره هو صاحب المستشفى، فبنشكره على أعماله الكريمة، وإن شاء الله يكون إن شاء الله يكون في سباق جيد ويوم جميل بكرة إن شاء الله. وفي النهاية بشكركم على مجيئكم، بشكركم على دعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شركة برزنتيشن طبعا هي الشركة المسؤولة عن تنظيم الماراثون وأيضا تنظيم هذا المؤتمر. الأستاذ محمد كامل رئيس الشركة يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نشهدك أن ما أتينا ذلك عن علم منا، الحمد لله رب العالمين. أهلا بكل الضيوف، أهلا بأخواتنا في المنصة، يعني بالبلدي كده شرفتوا ونورتوا مصر كالعادة الإمارات. وأنا قلت الكلام ده قبل كده، إحنا برزنتيشن في مغناطيس كده أي حاجة بس بنشوف فيها اسم الإمارات إحنا بنلاقينا في برزنتيشن كلنا. يعني أنا لسه ما روحتش البيت، لنا ولا التيم جينا من أبو ظبي من السوبر المصري في الإمارات، جينا على طول على مدينة الأقصر لهذا الحدث اللي أنا بشوفه واحد من أهم الأحداث في تاريخ برزنتيشن. أنا يمكن كنت لسه بقولها بلدي كده، كان نفسي أمي تفضل عايشة لغاية دلوقتي وتشوف ابنها عنده شركة وقاعد بيعمل مؤتمر صحفي في الكرنك وعن الشيخ زايد. يعني فخر ما بعده فخر الواحد فيه النهاردة كبرزنتيشن، وده إن شاء الله هينعكس من براند برزنتيشن بكرة بدون مقاطعة. هتشوفوا كل التيم بتاع برزنتيشن في حالة التنظيم اللي احنا ان شاء الله هنتفرج عليها بكرة. ومن الشكر كله انا عايز ابدأ بان انا اشكر اهل الأقصر. يعني احنا بقالنا تقريبا 5 أيام موجودين هنا في وسط اهل الأقصر. الواحد بصراحة يعني الناس ماشية في الشارع بتتكلم عن الماراثون، ماشيه في الشارع بتتكلم عن برزنتيشن. اهل الاقصر بكره زي ما قلنا قبل كده وكنا بنتكلم على جمهور كره القدم في مصر، اهل الاقصر بكره هيفرجوا العالم كله يعني ايه تنظيم ماراثون جوه مدينه الاقصر، مش كمان في البر الغربي، لا ده جوه البلد. فان شاء الله بكره هنشوف صوره للماراثون بالاشتراك مع اهل الاقصر اللي احنا بنشكرهم جدا على كرم الضيافه وعلى الضيافه دي كلها. مش موضوع الشكرانيات او ان انا كشركه منظمه اشكر او عايز اشكر فلان واشكر واشكر، لكنه برزنتيشن طول عمرها بتنظم لوحدها، طول عمرها بناخد عاتق التنظيم لوحدنا وبنشتغل لوحدنا في التنظيم وربنا بيكرمنا. المره دي معانا شريك بأمانة أنا الواحد ما يعني مش عارف يتكلم عنه إزاي، هو السيد محافظ الأقصر بكل الهيئات التابعة لمحافظة الأقصر. يا جماعة احنا مخلصين امبارح الجولة بتاعت الماراثون الساعة 2:30 3 الا ربع، والراجل معانا من الساعة 12 انا مكسوف منه، يعني بيجي يقول لي والله طبعا هنزل معاكم الجولة. محافظ الأقصر 32 عربية ماشية ورا بعض، كلهم كل الجهات المسؤولة في الأقصر موجودة، كل الجهات ماشية معانا على رأسهم هو وسايق العربية بنفسه، وبنقف عند مطب وعند حاجة بأمانة. يعني الواحد لازم يديله حقه، كل الجهات مش عايز انسى حد، الأمن العام، الأمن الوطني، المرور اللي احنا تعبينهم معانا كل شوية نغير الطرق، الناس بتوع الطرق هنا، يعني مش عايز انسى اي جهة. معالي المحافظ بأمانة انا بشكرك جدا جدا، واشكر كل الناس اللي تعبت معانا، اللي بكرة ان شاء الله العالم كله هيتفرج على ماراثون في مدينة من اجمل مدن العالم. معرفش الكاميرا بتجيب حوالينا ولا لا، احنا حوالينا سياح في كل مكان ما شاء الله، الله اكبر، اتوبيسات بره مليانة، بسم الله ما شاء الله. الأقصر بلد جميلة جدا ان يتعمل فيها سياحة رياضية، ونتمنى الفترة الجاية ان شاء الله نشوف ده. فبشكر كل الجهات وبشكر الامن على وجودهم معنا.
بكره ان شاء الله الماراثون ان شاء الله الفعاليات هتبدا من الساعه 7. النقطة الانطلاق الأولى هتبدأ الساعة 8 من نفس المكان اللي احنا فيه ده. المسرح ده هيبقى عليه الاكتيفيشنز، هنستقبل الناس من البوابة الرئيسية اللي هو البوابة الخارجية، نستقبل كل المشتركين لغاية ساعتين ونص فاتوا، يعني آخر تقرير جايني من ساعتين ونص الساعة 12 الظهر تقريبا من ساعة ونص، 6301 مشترك. عندنا مشتركين من اسكندرية، من بني سويف، أسيوط، من البحر الأحمر، من أسوان، إسنا، إنا، غير طبعا أهلنا في الأقصر. عندنا المشتركين ذوي الاحتياجات الخاصة 24، بيغطي المؤتمر 58 صحفي. السادة الفي اي بي الموجودين عندنا يقتربوا من 80 فرد، خاصين بالمستشفى والوفد الاماراتي. ان شاء الله الصحفيين المدخل بتاعهم هيبقى واضح، واحنا عاملين لهم المدخل خاص للسادة الاعلاميين ومنطقة خاصة للاعلاميين يقدروا يشتغلوا منها. وكمان بشكل تاني اكتر هنديهم صور الماراثون الطريق كله اول باول عن طريق الانترنت الموجود في المنطقة الخاصة بالاعلاميين. الفي اي بي والفي اي بي في المنطقة الشمال اللي بيشوفوا نقطة البداية ونقطة النهاية. حفل توزيع الجوائز للعشرة الأوائل إن شاء الله هيبقى الساعة، احنا عاملين حسابنا ان شاء الله يبقى الساعه 10. هنبدا نستلم بقيه الجوائز من رقم 10 لغايه رقم 500 في الخيمه الرئيسيه المبنيه بره في البرك. هنستقبلهم ان شاء الله من بعد الوصول على طول لغايه الساعه 5 ان شاء الله هيكون اخر متسابق واخد الجوائز بتاعته. زي ما على سعاده الفريق قال، احنا التيشيرتات احنا بنوزع التيشيرتات على المشتركين من امبارح، حتى في القطر البرزنتيشن خدته من امبارح بدانا نوزع في برده مكان للتوزيع. هنا المشترك كل مشترك معاه رقم بيجي يقول رقمه اللي موجود على السيستم وبنديله التيشيرت بتاعه وبيبدا يخش الماراثون من هنا. بنقول للناس اللي مش مشترك مش هيبقى له مكان، لانه احنا ما عندناش اشتراكات بكره. الاشتراكات ان شاء الله هتخلص النهارده ان شاء الله الساعه 12 بالليل على الويب سايت، على انجزلي احجزلي وعلى الصفحه الرسميه للماراثون. هيخلص الساعه 12 بالليل، من بعد 12 احنا ما فيش اي قبول لاي، لان السيستم هيقفل علشان خاطر التجهيزات للمؤتمر. احنا شغالين ان شاء الله احنا والامن من الساعه 4، ربنا يبارك لكم. تقريبا احنا عندنا زياره من الساعه 4 الفجر، فشغالين من الساعه 4 الفجر اخر زياره للماراثون ان شاء الله. برزنتيشن كالعاده بتوعد مصر كلها وبتوعد اللجنه المنظمه وسياده الفريق ومعالي السفير ان هم ان شاء الله هنشوف ماراثون. انا بقول لهم كده احلى ان شاء الله من ماراثون نيويورك، واتمنى ان شاء الله ان التبرعات توصل للحد اللي احنا اتفقنا عليه. برزنتيشن زي ما وعدنا قبل كده بتتبرع ب 100,000 درهم للمستشفى من ماتش السوبر. موظفين برزنتيشن لموا 56,320 جنيه. هنشوف بقى يلموهم منين دول، فدول برضو متبرعين من الموظفين من شركة برزنتيشن إهداء للماراثون. أخيرا وليس أخيرا، أنا معلش خلوني أقول حاجة، أعتذر لكل رجالتي لو أنا كنت سخيف شوية الفترة اللي فاتت، لأنه إحنا خارجين من ماراثون وخارجين من سوبر وداخلين على ماتش على ماراثون تقيل، كان دمي تقيل شوية معاهم في الفترة اللي فاتت. بشكركم يا رجالة، وأنتوا بكرة على الوعد. إن شاء الله نشوف ماراثون بكرة عشان سيادة الفريق بس يقول لنا إنه إن شاء الله مصر بننظم ماراثون هايل بإذنك يا رب. أشوفكم على خير وربنا يكرم إن شاء الله بكرة إن شاء الله. شكرا إذن للجميع، ونلتقي بإذن الله تعالى غدا صباحا. انطلاقة الماراثون راح تكون الساعة 8 الصبح من هالمكان. شكرا لكم وشكرا للجميع.